أهلا سيدي الحاكم، كمستشارتك الشخصية سوف أبذل قصارى جهدي لأقدم لك المساعدة. من يرغب في دنيا onu alacak kadar güçlü olan. Лучше прожить короткую, но славную жизнь, чем долгую, но пустую. من يرغب في محاربة المماليك مجنون. أهلا سيدي الحاكم، كمستشارتك الشخصية سوف أبذل قصارى جهدي لأقدم لك المساعدة. لقد اعتاد شعبنا العيش كبدو رحال لسنوات عدة، ومع ذلك تبدو أنا واثقة من هذه المدينة الصغيرة ستصبح. إن معرفة احتياجات شعبك هي الخطوة الأولى نحو تنمية مزدهرة. شعبنا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون طعام، يجب أن نبني. اجمع الطعام من هنا. إن المصادر الغذائية الثابتة تضمن حياة رغدة لمواطنينا، وهو مفتاح نهضتنا في المستقبل. ساعدونا، ساعدونا من فضلك. البرابرة يهاجمون قريتي، إنها ليست بعيدة من سيدي الحاكم. دعنا نلقي نظرة خارج المدينة. قرية فقيرة مسالمة أخرى، هيا بنا نأخذ الطعام يا رجال. قلبي يتألم لأجلهم، ولكن ليس لدينا قوات لإرسالها لمساعدتهم. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام كان ذلك أسهل مما توقعت. هيا بنا، هناك قرية. إن الوضع خطير هنا، دعنا نعود إلى المدينة. أحسنت، أما الآن يجب علينا ترقية الأسوار لتعزيز دفاع. من يرغب في محاربة المماليك مجنون. انكر هنا للبحث عن البرابرة. كيف تجرؤ؟ سوف تندم على هذا. يجب أن تتم معاقبتهم. من فضلك قم بتعيينك. من يحمل سيف عثمان ستنحن أوروبا كلها أمامي. لا يوجد مكان آخر لنذهب إليه، يجب أن نقاتل من أيها الحمقى، من يجرؤ على الوقوف في طريق؟ حدد الهدف الجديد لمساندة حلفائنا. اثنان ضد واحد؟ لقد حالفك الحظ هذه المرة، ولكننا سنعود قريبا جدا. آخر شيء ستراه هو البريق البارد لسهام. سيدي الحاكم، لقد أثبتت أنك قائد متميز بهذا. لقد تم طرد البرابرة مؤقتا، لكن لا يزال يتعين. سيدي الحاكم، يرجى متابعة المهام لاستكمال بناء المدينة. يبدو أن جهودنا قد أثمرت. قرر بعض الكرويين الانضمام إلينا لمواجهة
سيدي الحاكم، نحن نعرف هذه الأرض مثل ظهور أيدينا، سنكون جواسيس ممتازين. سيدي الحاكم، يرجى متابعة المهام لاستكمال بناء المدينة. من يحمل سيف عثمان سيحصل على احترامي، ستنحني أوروبا كلها أمامي. من يحمل سيف عثمان سيحصل على احترام، ستنحني أوروبا كل من يحمل سيف، ستنحني أوروبا كلها أمامي. من يحمل، ستنحني أوروبا كلها أمامي.
آه.